أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم حديث الصحافة. نقرأ من خلاله أبرز العناوين التي تصدرت الصحف العربية المحلية والعالمية أيضا حول الملف السوري. نبدأ هذه الجولة بالعناوين. سخط شعبي من ساعات التقنين الطويلة وتخبط وزارة الكهرباء لا يزال سيد الموقف. السوريون والطاقة الشمسية، لا كهرباء للفقراء. وصحيفة روسية أزفت ساعة درعا بالنسبة لروسيا. مرحبا بكم من جديد في حديث الصحافة. نفتح في الجزء الأول من هذه الجولة ملف الكهرباء في سوريا والأحاديث الصريحة لمسؤولي النظام عن الفساد في مؤسساتهم ودور وسائل الأعلام التابعة للنظام في الانتقادات الموجهة للمسؤولين. نبدأ هذه الجولة من صحيفة الوطن الموالية للنظام التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين عندما تحدثت عن أزمة الكهرباء في سوريا، لكن دون أن تتطرق للمتسبب الرئيسي بها، وكأنها تقول بأن الحق وزير الكهرباء ومحافظ حمص. نقرأ ما كتبته هذه الصحيفة سوية. كتبت: تعيش سوريا ومختلف مناطقها فترات طويلة من انقطاعات التيار الكهربائي، وصلت في بعض مناطق ضواحي دمشق إلى 14 ساعة متتالية مقابل ساعة أو نصف ساعة تغذية، في فضيحة تعد الأكبر في تاريخ وزارة الكهرباء السورية. وكان يوم أول من أمس شهد انقطاعا طويلا جدا للتيار الكهربائي من دون أي توضيح أو تبرير من وزارة الكهرباء. ومساء صرح الوزير غسان الزامل أن محطتي تشرين ودير علي خرجتا عن الخدمة نتيجة عطل فني، وأن الأولى عادت إلى الإنتاج والثانية تستعد، وأن الوضع سيعود كما كان سابقا خلال الساعات القادمة. لكن كلام الوزير لم يترجم على أرض الواقع، حيث كان يوم أمس من أسوأ الأيام التي عاشها السوريون. تتابع الصحيفة وتنقل تعليقات السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الصفحة الرئيسية لوزارة الكهرباء على فيسبوك، تقول بأنها تنتقد أداء الوزارة. جاء في هذه التعليقات: من حقنا وليست رفاهية، بدنا كهرباء، بدنا نعيش، رجعوا لنا الكهرباء. الكهرباء أساسية وليست رفاهية، البراد صار خزانة، لا يوجد كهرباء، لا يوجد حياة، المرضى ماتوا والأطفال اختنقوا. طبعا تتابع الصحيفة وتنقل من هذه التعليقات التي جاء في أحدها أيضا: خافوا الله بالعباد، بحلب التقنين وصل ل 19 ساعة، حرام عليكم. طبعا يقول أحد ناقلي الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي: نتوقع أن محرر الخبر قد كتب خبرا آخر بأسماء هؤلاء المنتقدين لحكومة النظام، لكن رفعها لجهات مختصة أخرى. نتابع ونبقى في نفس الموضوع من صحيفة المدن تحت عنوان: السوريون والطاقة الشمسية، لا كهرباء للفقراء. نقرأ ما جاء في صحيفة المدن: لم تقنع عشرات التصريحات لمن يوصفون بالخبراء ناهيك عن المسؤولين وصولا إلى رأس النظام شخصيا في إقناع غالبية السوريين بأن خيار الطاقة البديلة الذي قررت حكومتهم بصورة مفاجئة اعتماده يجب أن تقع تكاليفه على عاتقهم، ولم يكونوا بحاجة لخبراء مضادين ليكشفوا لهم عن حقيقة أن هذا الخيار تقوم به دول وليس مسؤولية المواطنين إلا في نطاق ضيق للغاية لا يغير بصورة جذرية من الواقع الكهربائي للبلاد. تتابع الصحيفة وتقول بأن النظام لا ييأس بسهولة، لذا كان سلاح التقنين وسيلته لمزيد من الضغط. فعلى من يريد من السوريين أن يرى الضوء في عتمة ليالي دمشق وحلب فليقنع أقرباءه في الخارج كي يرسلوا له تكاليف تركيب ألواح الطاقة الشمسية التي قد تتكفل بإنارة وتشغيل كهرباء محدود لمنزله. هكذا طبعا انتعش سوق منظومات الطاقة الشمسية بحسب الصحيفة بصورة غير مسبوقة في المدن السورية الخاضعة لسيطرة النظام بعد أن وصلت ساعات قطع الكهرباء في بعض المناطق إلى 20 ساعة يوميا، وانتعشت معه فئات محددة من التجار، وتلك كانت غاية النظام الأساسية حسب ما يعتقد الكثيرون من السوريين القابعين تحت سيطرته. فهل هذا مجرد سوء ظن؟ تتساءل الصحيفة ويتساءل الكاتب. نتابع أيضا هنا عن هذا الموضوع من الصحيفة أيضا مرة أخرى، نقرأ بأن التصريحات السابقة كانت بكفة وما
جاء بنقلته صحيفة البعث الناطقة باسم الحزب الحاكم عن مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء كانت بكفة أخرى. فالمسؤول الذي لم تكشف الصحيفة عن اسمه قال إن قطاع الكهرباء بسوريا قد يعجز عن تلبية متطلبات الاستهلاك ولو بالحدود الدنيا، وذلك نتيجة قدم محطات التوليد بسوريا وانتهاء عمر الاستثماري وبالتالي جدواها الاقتصادية. وقال المسؤول للصحيفة إن قطاع الكهرباء يحتاج إلى 15 مليار دولار أمريكي ككلف تأسيسية حتى العام 2030. طبعا يعني رغم نفي وزارة الكهرباء رسميا لصحة المعلومات الأخيرة، إلا أن الرسالة التي أراد النظام إيصالها للجمهور عبر صحيفة البعث التي لا تنطق عن الهوى، خاصة حينما تنقل معلومات عن مصدر مجهول، هي أن مشكلات الكهرباء ستستمر بل وستتفاقم، وأنها ليست نتيجة اختناقات مؤقتة في توريدات الغاز أو أعطال طارئة في بعض محطات التوليد، بل هي مشكلة مستدامة يريد النظام من السوريين التعايش معها بحسب ما يصف الكاتب. أيضا يتابع ويقول: هكذا مثلا روجت صفحة يوميات قذيفة هاون في دمشق، وهي صفحة فيسبوكية متابعة بكثافة في الداخل السوري، روجت لخيار الطاقة البديلة في فيديو يشرح كيف أن سكان مدينة حلب ينفقون حوالي 2.4 مليار ليرة سورية على كهرباء الأمبرات شهريا، وكيف أن هذا الرقم كفيل بتأسيس محطة لتوليد الطاقة البديلة. هذا الفيديو بحسب الكاتب حمل رسالة واضحة مفادها أن عليكم تمويل الانتقال للطاقة البديلة. حول هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا الصحفي السوري فراس ديبة من اسطنبول. أهلا بك سيد فراس، صباح الخير. صباح النور. صباح النور، أهلا بك للسادة المشاهدين. يعني بداية سيد فراس، نتحدث اليوم عن هل يمكن أن نسميه ارتفاع سقف النقد يعني لدى وسائل الإعلام التابعة للنظام أو الموالية له، لتصل يعني إلى انتقاد الحكومة لكن دون التطرق إلى المتسبب الرئيسي بالأزمات المعيشية التي يعيشها المواطن السوري اليوم؟ انتقاد الحكومة هي سياسة قديمة اتبع النظام إعلاميا على أكثر من مستوى، سواء كان على المستوى الإعلامي، تحدث عن الإعلام الحكومي، حتى الإعلام الناطق باسم الحكومة في كثير من المرات كنا نقرأ تحقيقات على صحيفتي البعث والتشرين، عفوا الثورة والتشرين، وهما صحيفتان حكوميتان بشكل رسمي تنتقد أداء الحكومة، تنتقد الفساد. دوما الحكومة هي المطرقة أو السندان الذي يستعمله النظام لتبرير الأزمات التي يمر بها. يتم تصدير الحكومة كجهة تتلقى الضربات، في حين أن هيكل الدولة الحقيقي وهو الهيكل الأمني المخابراتي هو بعيد كل البعد عن النقد. الحكومة في النهاية تنفذ الأوامر الأمنية وأوامر القصر الجمهوري التي تأتيها بشكل جاهز. ليس للحكومة عند النظام عبر 50 سنة الماضية لم يكن لها أي دور حكومي حقيقي في التخطيط أو في اتخاذ القرارات. الحكومة دورها فقط تنفيذ ما يملى عليها دون معرفة الأسباب. الآن أعلام النظام يهاجم الحكومة وبشكل موازي يتوجه نحو ترويج فكرة الطاقة البديلة. فكرة الطاقة البديلة يتجهها الإعلام النظام أهم نقطة في ترويج هذه الفكرة، ويقفز فوقها أننا عندما نقول للمواطنين عليكم أن تشتروا ألواح طاقة شمسية بقيمة 6 ليرة سورية للمنزل الواحد، فنحن هنا نتخلى عن دور الدولة. يعني الدولة مسؤوليتها الأساسية إيصال الكهرباء إلى المنازل. فإعلان التوجه نحو الطاقة البديلة وبشكل فردي، يعني كما ذكر موقع المد أن من واجب الدولة هي أن تقوم بدفع تكاليف الطاقة البديلة، ولكن تحمل أعباء المواطن. تحدث عن 2000 دولار في الشهر، وراتب الموظف السوري لا يتعدى 20 دولار في الشهر. 2000 دولار عفوا تكاليف الإنشاء لألواح طاقة شمسية وشراءها. الدولة السورية هنا تعلن بشكل حقيقي أنها لم تعد قادرة على القيام بمسؤولياتها البسيطة كدولة. التقرير المهم الذي ذكرته صحيفة البعث، وهو أن كلفة إعادة تأهيل شبكة الكهرباء تتجاوز 15 مليار
السورية هو تمويل هو تقرير حقيقي. نعم. رقم حقيقي حسب العدد من المصادر. المشكلة أن قطاع الكهرباء ألف من جزئين، الجزء الأول هو قطاع الإنتاج وهو عبارة عن محطات التوليد وما إلى ذلك، والجزء الثاني هو قطاع التوزيع وهو محطات التوزيع وشبكة الكهرباء التي توزع كهرباء المنازل. اليوم إذا تمكن من إعادة تأهيل كافة محطات التوليد فإن شبكة التوزيع مهترئة عمرها أكثر من 50 سنة. نعم، من هذه النقطة سيد فراس يعني سأنتقل معك إلى نعم سيد فراس هل تسمعني؟ نعم أسمعك. من هذه النقطة أود الانتقال معك إلى هذه الفكرة، يعني كيف تنظر إلى استخدام النظام اليوم لوسائل إعلامه أو لصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تابعة له بشكل أو بآخر لاستخدامها للترويج عن الشائعات والقرارات التي يمكن إطلاقها ويعني لجس نبض الشارع؟ النظام في خطة قديمة له، ينقسم إعلام النظام إلى قيد. الشق الأول هو إعلام النظام الرسمي بحكم نتحدث عن الأخبارية السورية الصحف الرسمية، والشق الآخر هو الإعلام الموازي. الإعلام الموازي هو الإعلام الخاص تابع للنظام سواء قنوات تلفزيونية حتى صفحات فيسبوك أو مواقع أخبارية. هذه المواقع تتبع أو الإعلام تتبع مباشرة للمؤسسة الأمنية، التعليمات تأتيها يعني، والجزء الأساسي من عمل الأجهزة الأمنية السورية هو موقع الشائعات. مثلا منذ أيام خرجت شائعة تخفيض المخصصات من المنصور لكل عائلة إلى 50 لتر سنويا، المخصصات السابقة 100 لتر. الآن تخرج على خرجت هذه الشائعة على الإعلام الموازي للنظام، على الإعلام الرسمي للنظام وزارة نعم. لكن الحقيقة أن ما قام فيها جلسة مقابلة هو جلسة نبض بتدفع الشارع تجاه تخفيض مخصصات. نعم. يخرج قرار أن تصبح مخصصات المخصصات 100 لتر بدل 200 لتر. تم تنفيذ 50 وسائل مواطن أن تصبح على 100 ومكسب. نعم، أشكرك جزيل الشكر الصحفي السوري فراس ديبة، كنت معنا من اسطنبول، شكرا جزيلا لك. شكرا لك وشكرا للمشاهدين. نتابع مشاهدينا في هذه الجولة لكن بعد الفاصل. جنود الجيش السوري يكتبون أسماء فتيات بأجسادهم، فالنتاين مبكر. نرصد الأخبار ونتابع الأحداث، نضعها على الطاولة ونحللها بعمق، نحاور المسؤولين ونسائلهم، نعمل على كشف ما اعتراه الغموض لنقدمه لكم في ثنايا الخبر. تابعونا في الأوقات التالية.
أهلا بكم مشاهدينا من جديد في حديث الصحافة. نتابع معكم هذه الجولة ونقرأ ما كتبته الشرق الأوسط تحت عنوان خالد المحيميد للشرق الأوسط، الدور الإيراني واضح في تصعيد درعا. قال المعارض السوري الدكتور خالد المحيميد، ونقلت عنه الشرق الأوسط إحدى الشخصيات، طبعا هو إحدى الشخصيات الرئيسية في ملف درعا، أن الدور الإيراني واضح منذ سنوات في جنوب سوريا، لافتا إلى أن الحرس الإيراني كان أول الرافضين لاتفاق درعا الذي نص على خروجهم من محافظة درعا في إشارة إلى اتفاق الجنوب في منتصف 2018. طبعا في التفاصيل أضاف المحيميد ردا على أسئلة الشرق الأوسط أن روسيا لديها خطاب مزدوج، فهي صمتت عن اختراق النظام لاتفاق كانت به طرفا ضامنا وتتحجج بأنها حاولت ولم تنجح. يتابع ويقول بأن الدور الإيراني واضح منذ سنوات، لقد تغلغل الحرس الثوري وميليشياته في المؤسسة العسكرية وميليشيات الشبيحة، وهناك جناح أساسي في الجيش عماده اللواء ماهر الأسد ومخابرات القوى الجوية في تحالف أعمى معهم، فيما يذكرنا بالسياسة الإجرامية لرفعت الأسد وكون الفرقة الرابعة في قمة الهرم العسكري، فهم يدفعون الجيش نحو مواقف إجرامية تجاه المجتمع السوري. طبعا لدى سؤال الشرق الأوسط بأنه كيف ترى الحل لهذا التصعيد، يتابع ويقول بأن الحل بسيط ومنطقي ومن دون كسر عظم أو انتصارات وهزائم، على الجيش الانسحاب إلى ثكناته وإبعاد الميليشيات الإيرانية عن المحافظة ورفع الحصار، اللجنة المركزية قادرة على بسط الهدوء وتسليم أي مطلوب للعدالة، وأهل درعا من حقهم التفرغ لإعادة البناء وخلق فرص العمل بأنفسهم، لكون السلطة قد اعتذرت عن هذه المهمة منذ 2018. نبقى في درعا مشاهدينا ونقرأ في مقال مترجم نقلته صحيفة الجسر المحلية. نشرت صحيفة كوميرسانت الروسية مقالا بعنوان أزفت ساعة درعا بالنسبة لروسيا، تحدثت فيه عن موقف الروسي من التطورات الأخيرة في درعا والذي لا يتوافق تماما بحسب الصحيفة مع رغبة نظام الأسد. نقرأ في هذا المقال، جاء في المقال الذي كتبته ماريانا بيلينياكايا، تحاول روسيا منع إراقة الدماء في جنوب سوريا وسط محاولات دمشق للسيطرة الكاملة على محافظة درعا التي يطلق عليها اسم مهد الثورة السورية. فقبل 3 سنوات بذلت موسكو جهودا كبيرة لمنع تطهير المحافظة باعتماد المصالحة بدلا من العملية العسكرية كما حدث في ضواحي دمشق. تتابع الصحيفة وتقول، أضافت وكما لاحظ العديد من ممثلي المعارضة خلال عملية المصالحة، فهم دخلوا في مفاوضات مع ضباط روس وبضمانات موسكو وليس مع السلطات السورية، إنما روسيا تؤكد على الدوام أن اتفاقات المصالحة تمت على وجه التحديد بين دمشق والمعارضة. تتابع وتقول، مع ذلك فلا يرى خبير مجلس الشؤون الدولية الروسي كيريل سيمونوف في أحداث درعا فشلا لسياسة المصالحة الروسية، فقال بأن المفاوضات لا تزال جارية، مع العلم بأن سمعة روسيا كوسيط في نظر المعارضة السورية والمجتمع الدولي تتوقف على تطور الوضع في درعا بحسب الصحيفة. من درعا ننتقل إلى تركيا، ومقال من صحيفة العربي الجديد بعنوان المعلمون السوريون في تركيا ورقة في مهب الريح. عاصفت بالسوريين خلال 10 سنوات نوائب شتى ومصائب نادر أن تأتي مفردة، حتى ظنوا أن لا مفرد للمصائب والنكبات ولا استثناء فيها إلا للشاذ، والشاذ لا حكم له ولا يقاس عليه. في التفاصيل يقول الكاتب في هذا الموضوع، لعل شريحة المعلمين من أعظم السوريين ظلما في الثورة داخل سوريا وخارجها، وإن كان نظام البعث المجرم قد ضحك عليهم لعقود بأنهم البناة الحقيقيون، لكنه اعتقل منهم وعذب وقتل، ومن نجا ترك للأحداث لتعذيبه وربما لتقتله، وليس ذلك من ضروب المبالغة بحسب الكاتب. نتابع في هذا المقال ونقرأ سوية، يقول عصفت بهم أخبار الفصل وانتهاء التعاقد مع اليونيسف منذ نهاية العام الدراسي، وتقاذفتهم موجات من الخوف والرجاء، ولا سيما هذا الكابوس يتراءى لهم من العام الماضي، وتحقق في فصل عدد من المعلمين السوريين دون إبداء أسباب واضحة نهاية العام الماضي. لكن بعد صمت غير مستحسن بحسب الكاتب من الجهات التركية، جاء الرد من قريب. وزارة التربية التركية بلغت الائتلاف أن عقود المعلمين السوريين انتهت، ومع أنها ليست بأعظم محلة بالسوريين حتى اليوم من نكبات وخسائر، إلا أنها للمعلمين اللاجئين في تركيا من أعظمها، فهي تعني إيقاف المكافآت الشهرية عن أكثر من 12 ألف عائلة
كثير منها تعتمدها كعصب لحياتها وتسندها بعمل إضافي أو مساعدة من باب آخر، فإن سقط عمود المنتصف فما تغني أوتاد صغيرة من حوله. طبعا يقول الكاتب أن مكافأة اليونيسف طبعا هي فقط 2020 ليرة تركية، وباتت قيمتها منذ أشهر أقل من 235 دولار، وهي مقدمة للمعلمين السوريين بوصفهم مشاركين في مشروع دعم اندماج الطلاب السوريين في المدارس التركية. يقول أيضا الحق أن المعلمين في تركيا أحسن حالة من أقرانهم في الداخل أو في دول اللجوء الأخرى على العموم، فقد أمضوا سنوات في المدارس المؤقتة يعلمون ولهم من يناديهم أستاذ وآنسة، مما حرم منه كثيرون غيرهم. ولا ينكر أحد أن أي مدارس سورية عديدة أقيمت في تركيا ابتداء بجهود معلمين انطلقوا بجهود شخصية قبل دخول اليونيسف. من صحيفة المدن اللبنانية نقرأ مقالا تحت عنوان جنود الجيش السوري يكتبون أسماء فتيات بأجسادهم، فهل هو فالنتاين مبكر؟ يقول المقال: هل هو فعلا عيد الجيش أم أن الفالنتاين أتى باكرا هذا العام؟ هو ما يتبادر الأذهان عند مشاهدة الصور التي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي لجنود النظام وهم يكتبون أسماء فتيات بأجسادهم بالتوازي مع عيد الجيش مطلع الشهر الجاري. فيما أثارت هذه الصور سخرية واسعة بين السوريين، فإن ما ساعد على انتشارها هو نشر الممثلة الموالية للنظام رنا أبيض صورة للجنود الذين يشكلون بأجسادهم اسم رنا، بدون أن يكون واضحا إن كانت الأبيض هي المقصودة أم أن الصورة كانت رسالة شخصية من نوع ما. طبعا فيما تلقي الصور الضوء على حياة أولئك المجندين فإنها تستخدم على نطاق واسع بحسب الكاتب من أجل تلميع صورة جيش النظام باعتباره جيشا حنونا ورومانسيا يدافع عن قيم الإنسانية السامية، وليس الجيش الذي شارك أفراده في انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب المختلفة خلال السنوات العشر الماضية، والذي طبعا لا يزال يفرض حصانا خارقا هذه الأيام على محافظة درعا الجنوبية ويقصف المدنيين فيها. طبعا الحال أن الاحتفال الرسمي بعيد الجيش في سوريا أثار انتقادات واسعة بين الموالين للنظام بسبب البذخ المبالغ فيه بالتوازي مع الأوضاع الاقتصادية المتردية في الداخل السوري، حيث يعيش 85% من السوريين تحت خط الفقر بحسب إحصائيات الأمم المتحدة، إضافة إلى الكهرباء التي خصصت للحفل الفني الذي أحياه جورج وسوف وناصيف زيتون وشهد برمدة في ملعب الجلاء بدمشق. لكن يبدو أن الكاتب فاتته نقطة أخيرة، وهي أن الكهرباء انقطعت أيضا خلال هذا الحفل. نتابع مشاهدينا ونختم هذه الجولة سوية، وسأترككم في الختام مع هذا الفيديو الذي اخترته لكم لهذا الأسبوع وأترك التعليق لكم. إلى اللقاء. لك يسعد صباحكم بكل خير. يعني الآن وبعد اليوم 2 آب 2021، لما صارت هاي حلم والدواء حلم والكهرباء حلم، ما بدنا منكم لا كهرباء ولا مي ولا دواء ولا تحسين وضع معاشي ولا أبد، نحن واثقين بانتصاراتكم كلها. بدنا مكرمي صغير، هي حلمنا هلق نحن كسوريين أنه هيك شيء مرسوم يسمح لنا نعوي، يسمح للشعب أنه يعوي عو 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 هيك نعوي على كيفنا بدون ما هذا يرن التليفون ألو أبو أسعد مر شراف فنجان قهوة الصبح. إيه يا ريت اسمحوا لنا نعوي هيك على كيفنا هاو 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 إيه.